وصلني فيديو مسجل يبدو أنه من بثوث محمد راضي الليلي على حسابه، ويبدو أنه طلع معاه شخص موريتاني، وقال له عندي أسئلة. لم يتركه يطرح أسئلته، لأنه يعلم أن فعلا الموريتاني لهم دراية أكبر بهذا الملف، ورفض أن يتركه يطرح أسئلته، وقال له بالحرف الواحد، قال له اذهب إلى أبي طالب فسيجيبك. أنا ليست من عادتي أني أنشر الأشخاص، ولكن هذه مقدمة فقط للسيد محمد راضي الليلي. محمد راضي الليلي، أنت من فتح أبواب التاريخ، وقلت تريد أدلة على مغربية الصحراء قبل 1975، إذن أنت من فتحت عليك أبواب التاريخ، ومنذ عندك لايف فيه سؤال واحد، أعطيني أدلة أن الصحراء مغربية قبل 1975. أولا، أنا عندما أسأل السؤال يبدو أنك مقتنع أن منذ 1975 الصحراء مغربية، لأنك لا تبحث عن الأدلة. إذا كان هدفك أن تبرهن أن الصحراء ليست مغربية، فعليك أن تبرهن ذلك، لأنه لو أن الصحراء أصبحت مغربية 2024 فهي مغربية الآن، نحن أبناء اليوم. المهم أنت تفتح باب، أعطوني دليل أن الصحراء. فالموريتاني هذا طلع معك، وهو من الشباب الموريتاني المهتمين بالملف ربما، وأنت رفضت حتى أن تسمع أسئلته، وقلت له اذهب إلى أبي طالب، هو يعني يعني يسمعك، سيعطيك الأجوبة. أنت من قلت؟ شوف، أنا قلت لك عن نرجس أبي طالب، ثاني جاوبك الأجوبة اللي بدور أنت، اللي ما خالق موريتاني. شوف، ما خالق موريتاني وهو عارف قضية الصحراء، ما هو خالق. لا تحرجنا معاك، شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد راضي الليلي، أبتلا أنت من يطلع معاك رجاج يسولك عن شيء من السيدة، وهي الأسئلة تو الواحد فيها، تو اللي واحد أعطوني مغربية الصحراء سنة 1975. كيف شيء يعني تقول عن عام 75 عندك أدلة أن الصحراء مغربية، وأنت من نفسك قلت أن الصحراء مغربية ومترعرع فيها وكابر فيها، وقلت أن والديك وجدودك أنهم مغاربة ولا يقدر حد يساومك في ذاك. إيش كيف الصيني يسوي لك أنا قاعد تقول له وراه طريق زهير ولا طريق دكانة؟ ما أعطي راسك يا أخو العافية، هذا قبال واللي قالوا بابا قولة طوف تصل معنا، أولين أعطيكم لي الدليل أنك تو أخبر أنت في المسؤول عنه. ساوم على وطنيتي، وأنا مغربي بتاريخ أجدادي وتاريخ أبائي وتاريخ قبيلتي المعروفة في الصحراء قبل الشرفاء التوبات، ولا نزايد على أحد في هذا الموضوع. أنا سيد المؤرخ، أنا ماني مؤرخ. أنا قلت لك، أنا شوف الأسئلة اللي تدور أنت، فيك الأسئلة اللي تدور أنت لا يتجمعهم إلا عند أبي طالب. أبي طالب معاهم. وا يا اخوان الكرام، هل شاهدتم؟ هل رايتم؟ يا اخوان الكرام، هذا في الحقيقه شيء غريب جدا، يبدو اني داير ليه الخوخ في الراس، سير سول ابي طالب، ويقول له طريق زعير. الله اعلم هذاك الشيء الموجود في طريق زعير. على كل حال، يبدو انه أفنى عمره في طريق زعير ولم يجد شيئا، ذلك أمره وذلك همه، احنا لا يهمنا هذا الأمر، نحن واضحين ومكشوفين وأمورنا واضحة، ما نتحدث بوجه مكشوف وليس عندنا ما نخفيه، وأفكارنا وتوجهاتنا نعلن عنها على رؤوس الأشهاد.
ما أننا خايفين من ولو إلا من الله سبحانه وتعالى. شكرا ليون داتلاس. لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أمرنا ومصيرنا. وأنت كل حياتك في سجال وفي انتقاد للمملكة المغربية، فأنت مغربي، وأنا لا يمكن أن أدخل بينك أنت كمغربي وبين سلطتك وبين ملكك وبين حكومتك، أنا ما ندخلش بيناتكم. أنت عندك مشكل مع بلدك ومع حكومتك ومع خدمتك ومع إدارتك، لا علاقة لك بقضية البوليساريو وكذا. وأبعد من ذلك، احنا رأينا أن جبهة البوليساريو لا تريد التعامل معك، وذهبت حتى المخيمات لم تستطيع أن يعني تأخذ لنا لقاء واحد مع السيد إبراهيم الغالي الأمين العام، مع أن الأمين العام جبهة البوليساريو كل من جاء إلى المخيمات من الموريتانيين يستقبله ويتصور معه، ورأينا ذلك يعني مؤخرا كثير من الموريتانيين الصحفيين والنشطاء يعني استقبلهم وأخذ معهم صور. إلا أنت ذهبت إلى المخيمات وجئتنا بالحقيقة من المخيمات، فالحقيقة أنا شخصيا أشكرك أنك أن كل الكلام الذي كنا نقول أنت أتيت بالشواهد. محمد راضي الليلي أتى بالشواهد ليعلم الناس أن ما نقول هو الحقيقة فيما يخص ساكنة المخيمات. ونذكرك بتلك السيدة المحترمة المخيمات عندما سألتها عن ما هي يعني حالتهم وما هي نفسية حالتهم النفسية بعد الرجوع إلى النضال كما سميته، فأجابتك وقالت لك ماذا تريد لك أن أقول؟ أمراني أحلاهما مروا، إذا أخرجنا رؤوسنا قضت علينا الدرون، وإذا بقينا قضت علينا الحرارة والشمس وقلة الماء. هذا هو كان الجواب. طبعا أنت لم تستطع أبدا أن تنشر ذلك الجواب العميق لتلك السيدة في مخيمات يعني تندوف. هذا فقط من باب التعليق على الأمور. هناك أمر آخر أيضا رأيت فيه كثير من اللغط. تتكلم مع واحد يقول لك إذا كانت الصحراء المغربية كيف دخل المغرب للأمم المتحدة بدون الصحراء الغربية؟ يعني بالنسبة لهم أن دولة إذا دخلت بدون جزء معين هي مطالبة به فإنها لا تستطيع أبدا أن تضمه بعد ذلك بعد أن دخلت في الأمم المتحدة. وأنا سأعطيهم الدليل مرة أخرى لأن عقولهم تبحث دائما عن التناقض. طيب، هل المملكة المغربية، سؤال لكم، هل المملكة المغربية عندما دخلت في الأمم المتحدة كانت منطقة إفني تابعة للمملكة المغربية؟ أعيد السؤال لأولئك الذين يقولون بما أن المملكة المغربية دخلت الأمم المتحدة بدون هذه المنطقة فإذن هي غير مغربية. وأنا أجيبكم، أقول لكم، هل المملكة المغربية دخلت الأمم المتحدة كانت إفني، منطقة إفني تحت سيطرتها وتحت سيادتها؟ لا. تعلمون لماذا؟ والمغرب طالب بنفس في نفس الوقت في نفس الملف، طالب بالصحراء الغربية أو لإسبانيا، وطالب كذلك بإفني. وكل القرارات الأممية التي صدرت من 64 65 66 67 68 69 أو حتى 68 كانت كل القرارات عنوانها ملف الصحراء الإسبانية وإفني. وأتحداكم أن تذهبوا وتأتون بقرارات 65 66 67 68 سترون أن الأمم المتحدة كان لديها ملف اسمه
الصحراء الغربية وإفني، اسمه الصحراء الغربية وإفني. طيب أنا أسألكم، أين ذهبت إفني؟ وكيف تم نزع إفني من قرارات الأممية؟ وكيف اليوم إفني معترف بها تحت السيادة المغربية؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تطرحوه وتجيبوا عليه. كيف تم سل ونزع منطقة إفني من قرارات الأمم المتحدة، رغم أنها في السنين الأولى لهذا الملف كانت نفس القرارات تؤخذ فيما يخص المنطقتين، نفس القرار يتم اتخاذه في المنطقتين حتى تكون الأمور واضحة. ماذا وقع؟ لقد تم le processus de décolonisation de Ifni a été achevé en 1969. بمعنى أن مسلسل تصفية استعمار، وهو نفس المستعمر الإسباني، تم تصفية استعمار إفني مع إسبانيا سنة 1969. وكيف تم؟ عبر المفاوضات. يا كتقولوا تقرير المصير، كانت نفس القرارات تخرج فيما يخص الملفين، أحد الملفات بالمفاوضات والوثائق تم تصفية الاستعمار منه وضمه إلى السيادة المغربية وإلى الخريطة المغربية 1969، يعني 11 سنة بعد انضمام المملكة المغربية للأمم المتحدة. وأقول لكم أن ملف أيضا الصحراء المغربية سينتهي به الأمر بنفس الطريقة، وستنتهي الأمر وتكتمل خريطة المملكة المغربية. هذا فقط إجابة على أولئك الذين يأتون بهذا التناقض الجديد. هو فقط بعض الأشخاص يعتقدون أن لديهم من الذكاء والحنكة، نقولوا له نحن الخزي، نقولوا له نحن الخزي، أنه يقدر يجيب تناقض، يأتي بتناقض ليصبغ عدم الشرعية لمطالبة المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية. ولعلمكم الخاص أيضا، وأؤكدها من جديد لكل من يدعم طرح جبهة البوليزاريو والجزائر، والله إني أشفق عليكم عندما تستشهدون بقرار المحكمة العدل الدولية، أشفق عليكم لأنكم تركتم الأصل وذهبتم إلى الفرع. أريد أن أؤكد هنا للجميع أن قرار محكمة العدل الدولية كان الهدف منه هو إبعاد الإسبان عن تنظيم الاستفتاء في هذه المناطق، وأن المملكة المغربية آنذاك وموريتانيا نجحتا في إبعاد المستعمر على تنظيم ذلك الاستفتاء الذي كانت نتيجته حتمية أسبنة الصحراء، وكان نجاحا بارزا لأن الهدف هو الأجوبة على الأسئلة التي ذهبت من الأمم المتحدة، ما هي علاقة المغرب وموريتانيا مع الصحراء؟ نتحدث اليوم عن علاقة المملكة المغربية مع الصحراء لأن موريتانيا لها قصة ولها نهاية مع هذه القصة. أما المملكة المغربية أثبتت القضاة الدوليون أن لها علاقة، وعلاقة متينة جدا مع المنطقة، ولذلك أصبح من حقها تنظيم استفتاء أو تنظيم أي شيء من أجل ضم هذه المنطقة. وهذا هو القانون اللي بغى يفهموه على حقه وطريقه يفهموه، والذي أراد أن يؤوله لأغراض ولأسباب ولحاجة في نفسه يعقوبة، فيعني ذلك شأنه. أما إخراج الأمور عن سياقها غير معقول، والفقهاء يقولون أنك لفهم الآية، آية القرآن لو أعطيتها لكثير من حتى الفقهاء والعلماء كلهم
كل سيؤولها ويفسرها حسب هواه. ولكن هناك قاعدة تقول أنك قبل أن تفسر الآية يجب أن تعلم سبب النزول، ويقال أن من عرف سبب النزول فهم نصف المعنى، بمعنى أنك لو فهمت سبب اللجوء إلى محكمة العدل الدولية تتضح لك الصورة أخي الكريم. هذا فقط من باب مرة أنا نجاوب وندحض تلك التناقضات التي يتم البحث عليها، مع أن الأمور واضحة وقلناها وتتجه في اتجاه واضح أيضا، مهما طال الأمر ومهما حتى الدعوات التي تأتي من الله سبحانه وتعالى قبل أن تصل وتبلغ إلى أقصى ما تبلغ إليه، هناك تجد في طريقها العراقيل وكذا وكذا. وهذا هو المملكة المغربية، أن في هذه المنطقة التي حولها كثير من الأمور، دعونا نقول ذلك، فطبعا مسلسل تصفية الاستعمار تم عرقلته إلى حد الآن من هنا ومن هناك. وعلى كل حال أقول، لنصل الآن إلى ما نحن فيه، أقول أن الدولة الوحيدة والطرف الوحيد الذي لا زال يقف ويضع يعني الحجارة الحجرة في الصباط ويلمي لباتون دون ليغو، أنه تم عزله تماما يوما بعد يوم. ذلك الطرف وتلك الدولة الوحيدة يتم عزلها يوما بعد يوم في ذلك الموقف الذي يبدو أنه بدأ يتضح للناس بما لا يدع مجال للشك أنه لا يقوم على أساس، وأنه افتعال تام، وأن الأمر لا يعدو مصارعة للمملكة المغربية، خلاص مصارعة طبيعية.